لو هتشتري موبيلة مطبخ وعايز تعرف الفروق ما بين الخشب الطبيعي النسيف والبولي لاك او الاكريليك او الالومنيوم، كملوا معانا الفيديو للاخر وهتعرفوا الفروق بينهم. الاسئله اللي بتدور ما بين العملاء عندي وما بين الاصدقاء والاسره، ايه افضل خامه ممكن تستخدم كموبيليا للمطبخ؟ اعلى حاجه واعلى سعر الخشب الطبيعي النسيف، بشرط انه يدهن كويس قوي ويتعزل كويس جدا عشان يقاوم الميه والحراره والحشرات، وطريقه تنظيفه في غايه البساطه، بمجرد قماشه مبلوله خفيف كده بتمسحي من على الدرف بيبقى كويس. نيجي بعد الخشب الطبيعي في البولي لاك، وده منتشر جدا اليومين دول، وده بيتكون من MDF متصفح ببلاستيك شفاف PET، معالج كيميائيا ضد الحشرات وضد الرطوبه، سهل التنظيف جدا برضو، مقاوم نوعا ما للحراره. في عيوب طبعا ان هو لو ميه اتسربت من الحروف ده مش كويس. الخامه الثالثه اللي ممكن نستعملها في اساس المطبخ الاكريليك. الاكريليك عباره عن HDF متجلد باكريليك، اقل لمعان من البولي لاك، نفس اللي بينطبق على الاكريليك هو اللي بينطبق على البولي لاك. الاكريليك الخشب اللي هو HDF غير معالج كيميائي، فممكن الحشرات تتسرب اليه من الداخل، عازل الحراره، عازل الرطوبه. الفئه الرابعه هي الالومنيوم او الالوميتال، هيفي ديوتي، بيتجلد بكلادن، الواح معدنيه بتتحط في القطعات بتاعه الالومنيا، سهل التنظيف، مقاوم للحراره، اقل سعرا من الثلاثه اللي فاتوا. وطبعا في حاجات لازم نراعيها عند تفصيل المطبخ او شرائه جاهز، ان المقاسات تكون طبقا للمواصفات القياسيه والستاندر المتعارف عليه. الجزء السفلي بارتفاع 85 سم تقريبا بعمق 60، الجزء العلوي بارتفاع 60 سم بعمق 40، المسافه بينهم 55 سم. ليه اللي فوق اقل من اللي تحت؟ عشان دماغنا ما تخبطش في الجزء اللي فوق. وطبعا في حاجات مهمه لازم ناخد بالنا منها عند تجهيز المطبخ، زي الاضاءه. الاضاءه تنوعها بيدي غنى للمكان وبيدي غنى لكل وظيفه في المطبخ، يعني مثلا الاضاءه المباشره اللي هي بتنور المطبخ بالكامل، وفي الاضاءه السبوتات اللي بتنور جزء معين لتجهيز الطعام مثلا، وفي الاضاءه الاندايركت اللي هي ممكن تفضل مولعه وتطفي بقيه الانوار، تدي نوع من الحميميه زي الليد مثلا اللي بيتستخبى في بيت النور، بيدي شكل جميل جدا. لازم ناخد بالنا من الارضيات، الارضيات ما تكونش لامعه وتساعد على الانزلاق، ان دي حاجه خطر جدا. النهارده اتكلمنا عن جزء اهم جدا، المطبخ. لو ليكوا اي اسئله تخص ديكورات البيت اكتبوها لنا في كومنتات وانا هرد عليها.